عبودة زي ما سمعت يا عم لمبة الكلب انت، وكلمة تانية هكسر لك نفوخك. سمعت يا معلم؟ أنا مش هلاقي لك الكلام ده. يعني إيه يا عبودة؟ أنت بتضحك علينا؟ أيوة يا كلاني كنت بضحك عليكم. وبتقولها كده في وشي ومش خايف يا عبودة؟ وأخاف من إيه يعني؟ ضرب واتضربت من أقعص منك. خلاص جتتي دي نحرست يا كلاني. وبعدين انت زعلان انك محجوز هنا في التخشيبه كانك اول مره تخشها؟ يعني زي ما اكون كده اتعرفت عليك في حلقه ذكر؟ ما انت طول عمرك عايش في الحجز، ولما بتخرج منه بتروح للغرزه، يعني مالكش بيت من اصله. ده انت كده جبت اخرك معايا. بقول لك ايه يا كلاني، تهديد ما بتهددش. عايز نتفهم بالذوق اوكي، مش عايز وعايزها بلطجه ماشي وما بتهددش. يعني صباح الخير يا حيطة دارينا، مساء الخير يلا نبلطج مع بعضينا. ده انت ليلتك سودا. بقول لك يالا يالا، انت باين عليك كداب زفة وميكانيكي كلام. ايوه، والرجاله بقى اللي معانا دولت السوابق الكمل المجرمين اللي على حق شاهدين عليك واقفين معايا، صح يا رجاله؟ نعم يا معلم. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ ايه كرون الخانه والغدر دي؟ ايه ده؟ اشحال ما كنا بقى بلطجيه زي بعضينا. محدش هرحمك من ايدي يا عبوده. لا بقول لك يا كلاني خلي بالك، انا الظابط عصابه. انت لسه هتعملهم عليا. تسلم راسك يا معلم. على فكره بقى كان رفيق ارحم منك، كان يضربني البنيه وياخد ويدي معايا في الكلام. اديله تاني يا معلم. تعالى. عايز تاني بقى؟ انت اللي عايز. منك لله يا لمبة الكلب، يا رب تتحرق. حقي اخده، يعني اخده يا حبيبة الظابط. ان شاء الله حتى والله العظيم انزل اقدر لهم بلطجية واضربهم جوه الحجز. ما هي سايبة تقدر لهم بلطجية وتجيبهم جوه الحجز يضربوهم. اخلص يا لا اخلص، عامل لي حريقة جوه الحجز وصوتك جايب لاخر الدنيا ورافع صوتك قوي. الظابط ده صاحبي شخصيا. اعمل فيك ايه؟ اعمل فيك ايه؟ بدل ما حضرتك عمال تقطم فيا كده، روح بقى هات لي حق من الكلان ولمبه الزفت ده. بس يا بس بقى انت ايه؟ مالكش حل؟ اعمل معاك ايه؟ يا بني ادم يا بني ادم، انت موجود هنا علشان متهم، فاهم؟ خلاص خلاص، ما بقتش تحبني عصام بيه، نسيت عبوده، نسيت الفول والطعميه فوق السطح. وكذبت يا عبوده، وديت نفسك في داهيه، يعني تعمل العمله ولما تلاقي نفسك هتغرق تقول الحقيقه. غلطت غلطت خلاص، ما كلنا بنغلط خلاص. هتعلقوا العبوده المشنق، كنت حمار ومش فاهم. دلوقتي ايه؟ فهمت فهمت فهمت، بس حضرتك لازم تقف جنبي، انا لو دخلت جوه هقطع عوني. ما تخافش يا عبوده، هقف جنبك. عبوده عبودة خلاص بقى ماشي. بص يا عبودة، انت هتترزع هنا لحد الصبح، ولو احتجت اي حاجة طلبها من العسكري اللي واقف على الباب بره. ماشي. انا كنت عايز ازازة مية معدنية. هو حضرتك راح فين يا عصام بيه؟ هروح. انت عايزني بقيت معاك كمان؟ لا حضرتك روح، يعني حضرتك بتتعب يعني. عصام بيه انا مش عايز حضرتك تزعل مني. مش زعلان منك يا عبود. طب ما دام حضرتك مش زعلان مني، انا عايز ازازه مانجا. هات العوائب سليمه يا رب، استرها معاك يا ابني يا عبوده يا رب. عبوده صديق، معلش يا عبوده، ان شاء الله ربنا هيسترها معاك. ان شاء الله يا اموله يا حبيبتي. انت عارفه يا سيده، لو ما كنتش جيت النهارده انا كنت زعلت منك. وانا عرفت يا طنايه من بالليل عشان اجي لك من اول النهار. هو ايه ده؟ وانت خرشمك كده ليه؟ ده انت الظاهر روقوك قوي في الحجز. ما دام قلت بقى روقوك وغرشموك، يبقى هي دي سيده بتاعت زمان. واحس كده بقى سيده، انا عايز اقول لك يعني على حاجه سر. اتفضل يا ست الامين، خليك في حالك يا سيسي، في سر هنا. بصي بقى يا سيده، والله العظيم انا عملت كل ده علشان خاطرك يعني، واوعدك يعني ان انا مش هزعلك تاني خالص في حياتي كلها يعني. بس كنت عايز اقول لك حاجه زنطوطه كده يعني بالمره يعني عشان اريح ضميرك. قول بسرعه يا عبوده، وقعت قلبك ضنايا. ايه في ايه؟ الشبكة اللي السيسي كان جايبها لأمل أختي. مالها؟ بعتها. يلا قلت لك يا سيسي ما
مالكش دعوه بحد وخليك في حالك. قول يا صديق انت عامل ايه؟ انا كنت كويس الحمد لله قبل ما اشوف الجاكيت الحلو ده يا سيد. انا قلت برضه يا صديق يعني يمكن تحتاجني بدل انا وانت في النيابه ولا لا حاجة. يا صديق لا يا صديق هو ده يتلبس مره واحده بعد كده يتحرقه علشان ده نحس يا سيد. بتشوحني؟ بقول لك ايه يا عبد، انا عايزك تحكي لوكيل النيابه كل حاجه بالظبط، اوعى تخبي عنه حاجه. ما تقلقيش يا هدى يا حبيبتي ما تقلقيش، انا خلاص ما بقتش خايف من حاجه، ضرب وبقيت كل يومين واتضرب زي ما انت شايف اهو. يا عبوده يا حبيبي قول لي لو محتاج اي حاجه، لو عايز اي فلوس قول لي. انا احتاج منك انت فلوس يا سيسي ليه يعني؟ خلاص خلاص. وبعدين احتاج منك فلوس ايه وانا داخل لوكيل النيابه يعني؟ ايه داخل احجز مصيف؟ عايز تقول يا عبوده؟ حضرتك انا كل اللي انا عايز اقوله يعني ان في ناس كويسين وفي ناس مش كويسين، وفي اغنياء كويسين وفي اغنياء مش كويسين. الاغنياء بقى اللي مش كويسين اللي زي ما تقول دولت هم سعاده الباشا، هم اللي سجنوا خالي. اصل الحكايه ايه بقى حضرتك؟ كلها في بيومي. بيومي مين؟ ده راجل معفن حضرتك كده هون يعني، على كده هون يعني على المجتمع ليل نهار، عايش كده هون على القهوه عمال يشيش الشيشه وعايش على التكاسي الخربانه وسيمك سماجه. ايوه ده ايه علاقته بالقضيه؟ ما هو دهون بقى حضرتك بيومي ده سبب كل البلاوي اللي انا فيها. ما حضرتك ساعه الحادثه يعني انا كنت شغال ساعتها بقى على تاكسي من التاكسيات الخربانه بتاعته، لما بقى كان في دولارات على الارض مترميه يعني، ولقيت انا بقى الدولارات دي ووسط الدولارات كان ايه بقى سعادتك؟ ايه؟ الميموري كارد. الميموري كارد اللي هم بقى عمالين يدوروا عليه وعمالين يلفوا ويدوروا كده، وهم عملوا الجرايم دي كلها السودة الشنقاء دي بسبب الميموري كارد. وانا بقى خدت الميموري كارد حضرتك وبايديا دولت حطيته في الشمعدان، والشمعدان ركب العربيه وهوب سافر على سوهاج. انت بتقول ايه يا ابني؟ بتقول ايه؟ ولما رحت بقى سوهاج علشان اجيب الميموري كارد والشمعدان بقى، كان بيومي السمج قوي ده اللي انا قلت لحضرتك عليه كان بلغ رفيق. رفيق مين؟ انا ما قلتلكش. لا ما قلتليش. ما هو رفيق ده وان حضرتك ضرب عليا نار ورفعني بالمسدس بقى حضرتك كده، وانا كنت هموت. انا كنت هموت. اكتب كنت هموت. لولا الخال سعدان. الخال سعدان؟ وبعدين؟ ولا قبلين حضرتك قعدوا بقى يضربوا فيا كده وداسوا على الاراجوز. اراجوز مين؟ بتاع بكري. بكري ابن جساس حضرتك يعني، ده واد طيب قوي كده هون بقى، وهو اللي كشف ابوه جساس وام حسنى بقى الحربايه دي. المهم سعادتك رفيق بقى دهون حضرتك خد بقى مني الميموري كارد غصب عني يعني، وكمان كان عايز ياخد مني الفلوس، بس انا قلت له لا لا فلوس لا، انا هروح بقى للحكومه وللبوليس واسلم لاهلهم كلهم. انا مش فاهم منك حاجه يا ابني، عايز تقول ايه؟ بص سعادتك اللي انا عايز اقوله لحضرتك يعني ان انا استخلصت من الحكايه دي كلها ان السبب في كل البلاوي هو بيومي، وحضرتك بقى شوفوا له بقى الصرف بقى حضرتك تجيبوه ينور وتعدموه بقى او تنفوه خارج البلاد. خارج البلاد؟ ليك تعقيب على الكلام ده يا استاذ؟ واضح يا فندم ان موكلي اتعرض لضغط كبير قوي ومأثر عليه. ييه ضغط جامد ده كفايه رفيق. عبوده يا فندم كان معاده ليه ادانه على مدكور، بس هم خدوه بالقوه يا فندم. حصل 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 هذا حصل في دليل الادانه بالقوه حضرتك، وكان رفيق بالاماره كان ماسك مسدس ومرفعني بيه وكان بوم هيموتني. اكتب هيموتني. في شهود على الكلام ده؟ لا لا مفيش شهود حضرتك يعني، ده هو كان الشاهد الوحيد الاراجوز اللي هم كسروه حضرتك، هم استفرسوا بيا استفرسوا بيا وبالبوكسات في وشي بالبوكسات في بطني والله العظيم. حضرتك انت عارف اللي انت شايفه ده وان الكلاني ولمبه ده ملايكه ملايكه بالنسبه لرفيق. كلاني مين؟ انا ما قلتلكش. اقول لحضرتك دايما ماما جيبي العوائب سليمه يا رب، ده الواد غلبان وما يقصدش. ان شاء الله خير يا عمتي. محدش بيبيع شاي هنا؟ هتمسك نفسك بقى يا سيسي مش وقتك خالص. يا برودك يا اخي. الله يحفظك. بس حضرتك بقى هي دي كل الحكايه باختصار من طقطق لسلام عليكم. باختصار؟ انت متاكد من سلامه القوى العقليه يا استاذ؟ يا باشا والله العظيم انا كويس وسلامه القوى العقليه كويسه قوي والله، وكل اللي انا حكيته ده لحضرتك بحق وحقيقي. يا عبوده مفيش دليل معاك.
وجود الفلوس معاك بتؤكد انك شريك اصلي في القضيه ومتهم. شفت بقى سعادتك؟ شفت سعادتك؟ يبقى انا بقى حضرتك بعد الحكايه دي كلها حضرتك ما صدقتنيش، تحب احكيها لك من الاول؟ لا كفايه كده. ليك تحقيق تاني يا استاذ؟ لا يا فندم. اكتب يا ابني. قررنا نحن خالد المرجوشي وكيل النائب العام إحالة المتهم عبودة طاهر أبو النجا للمحاكمة بتهمة اشتراكه في قضية سرقة خزنة مدكور أبو العز بالمنصورية مع المتهم الأصلي رمضان مصطفى عبد الكريم. اللي بعده دلعك علينا يا باشا. أيوه يا باشا، كما فهمنا إن إحنا في مهمة وطنية وهو كان جوه بيسرق دولارات. وأنتوا بقى كنتوا موجودين فين وهو بيسرق؟ إحنا كنا بره مستنيينه سعادتك. بره الفيلا؟ لا بره المكتبة. مكتبة إيه يالا؟ الفلوس دي كانت في خزنة الفيلا. أيوه يا باشا، ممكن المكتبة دي سعادتك منفذة على الفيلا اللي سعادتك بتقول عليها. منفذة على الفيلا؟ ماشي. اكتب يا ابني. قرارات النيابة إحالة المتهمين الكيلاني صابر الكيلاني وحمودة عطلة الشهير بلمبة الحوت للمحاكمة بتهم التسهيل واشتراك في قضية سرقة خزنة فيلا مدكور أبو العز بالمنصورية. يعني كده عبودة هيتحاكم مع الأستاذ رمضان على إنه شريكه؟ أيوة طبعًا يا تيفو. يعني إيه يا سيدي الكلام ده؟ يعني عبودة متهمينه بالسرقة بعد ما سلم الفلوس اللي لقاها؟ يا إخوانا أنتوا مش فاهمين، عبودة ده وقع مع ناس جامدين قوي وواصلين قوي كمان. يعني إيه؟ الواد وخاله اترموا في السجن؟ طب أمه وإخواته وبنت خاله يقعدوا من غير راجل كده؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. كلام إيه ده يا تطاول اللي بتقوله؟ وإحنا مش رجالة ولا إيه؟ لازم نقف لهم. كلام إيه اللي بتقوله ده يا معلم حمدان؟ يعني هنقف قصادهم ازاي؟ بالنبابيت؟ يا راجل دول بيقول لك ناس واصله بيركبوا عربيات 9 متر و20 ملي وبيشربوا صوابع كفته. السيسي عنده حق، انا اعرف واحد من دول العرض عرضين وعنده عربيه بالعرض مش بالطول ومعاه مسدس وبالقمر اسمه رفيق. انت عرفت منين يا اسطى بيومي ان اسمه رفيق؟ ده رفيق ده هو اللي ضربني علقه موت عشان يعرف مكان عبوده. شكلك كده انت اللي قلت له. انا كنت فاكره بوليس. بوليس؟ كلامك مش احم يا اسطى ومش عاجبني. قفشت كام في البنديره دي؟ قصدك ايه يا سيد؟ بس منك له. احنا هنفضل نتخانق ونسيب المشكله نفسها؟ بيومي حكالي يا سيد وحكى كمان لعبوده، هنسيبهم مرميين في السجن؟ لا طبعا، احنا نروح لهم زياره في السجن ونعرف منهم نعمل ايه بالظبط. براوة عليك يا بيومي. بقول لك ايه يا شاويش والنبي، المكان اللي انت هتسكننا فيه دهون بقى عايز يكون شرح وبرح كده ويكون بيطل على الشارع، اصل انا تعبت قوي بره وعايز ارتاح بقى. هنا هترتاح على الاخر يا مفتح، امشي يا مسنود. وبقول لحضرتك ايه يا عم شاويش، يعني انا مش عايز بقى حد الصبح يعني يزعجنا عشان انا بحب يعني اصحى براحتي كده اهو. حاضر، طلباتك اوامر. في حاجه تانية بعد اذنك، يعني انا بشرب ميه معدنيه ها والشاي يكون فتله. يا سلام، هو انت جيت في جمل؟ يلا يا يلا يلا خش خش انت ماشي مالك كده خش خش. السلام عليكم يا رجاله، ليكوا شغل والله يا رجاله. الحمد لله على السلامه يا معلم كلاني. ازيك يا مص؟ انتوا كنتوا ازاي؟ احنا اول مره نسجن من غير ما نعمل حاجه وكله من الكلب اللي هناك ده. الله يسامحك يا ابو عيد. بقول يا رجاله، انا عايزكم تعملوا له حفله، بس مش حفله عاديه، حفله سقع، وتنقوا له اسم حريمي كده دلع عشان من هنا ورايح يتنادى بيه. لا بقول لك ايه يا كيلان، احترم نفسك. مين ده اللي سقع حريمي يتنقى بيه ده؟ لا بقول لك ايه، ده انا بلطجي. ها وبعدين انا بحب اسمي يا عم ومش عايز اسامي تانيه. ده احنا عشره يا كيلاني. عشره انت قمت سجننا يا عبد. لو سمحت دلوقتي انا بكلم واحد تاني حضرتك. لا بقول لك ايه، ما حدش يقرب لي، اللي هيقرب لي هموت في ايده. الحقوني الحقوني يا كبير. خالي عبوده. خالي خالو، هو ده اللي كنت بتحكي لنا عليه يا استاذ رمضان؟ هو. خلاص بقى يا كلاني، ده طلع تبع الغالي. ياه يا خالي، انا ما كنتش عارف ان انت عايش في العز كده وسايبنا بره في الهم يا خالي. الحق يا معلم، دول سابوه. بعد اذنك خالي، بعد اذنكم يا رجاله. ايه ده؟ الحق يا معلم سابوه. ها كنت عايزه يسخنوا عليا. ايه ده يا معلم؟ الحق يا معلم، كلاني ده بيضربني. ما انت اللي غلطت فيه برضه.
شفت يا زفت اهو معلمك بقى اهو. ها بقول لك ايه، انت من هنا ورايح اسمك روحيه. روحيه؟ ايوه اسمك ايه؟ روحيه. تعالى بقى يا عبوده. تزعلش يا عبوده، يلا روحيه. ايه يا معلم اللي بتقوله ده؟ احكي لي يا ابني ايه اللي جابك هنا؟ يا خالي دي حكايه طويله قوي يا خالي. احكي لنا يا عبوده، اعمل لنا شاي مقص. وليه مقص؟ ما روحيه موجوده. ايه بقول لك يا خالي، دول طلعوا عارفيني. كلهم عارفينك يا عبوده. تعال يا ابني. حس كده بقى يا خالي، ادي قاعده. انما ما قلتليش ايه اللي جابك هنا. هقول لك يا خالي، بس انما بقى انا لو اعرف ان السجن حلو قوي كده انا كنت اتسجنت من زمان.